حصرية قوية للبلايستيشن 4 وبتصدر في أسواقنا بعد شهرين تقريبا. اليوم بنستعرض لكم بشكل مفصل اللعبة القادمة شبح تسوشيما، اللعبة اللي شبهها الكثير بألعاب مثل The Witcher 3 وأساسن كريد، وتدور أحداثها في بلاد شروق الشمس اليابان العريقة وتحديدا عالم الساموراي المثير. أول شيء بنبدأ في شرحه هو الاستكشاف في اللعبة. اللعبة تم تصميمها بنظام العالم المفتوح ونقدر نشوف فيها مساحات واسعة نقدر نستكشفها، لكن فريق التطوير فكر بطريقة ذكية وهي كيف يقدرون يخلون الجزيرة نفسها تدلك وتجذبك للعناصر المثيرة للاستكشاف بطريقة طبيعية وواقعية. في بداية هذا الاستعراض بنجرب ونروح لمنطقة جديدة وغير مستكشفة وبنحدد مكانها على الخريطة. لتسريع التنقل في الجزيرة الضخمة بطلنا يقدر يستخدم الحصان، طبعاً أحياناً بنوصل لنقاط تحس فيها أننا ضايعين أو محتارين في المسار اللي ناخذه. هنا البطل يقدر يستخدم قدرته لاستدعاء الرياح واللي بتدلك باتجاهها للمسار اللي لازم تأخذه. بلازم نوقف حتى نستدعي الرياح، نقدر حتى وإحنا منطلقين بالحصان نستدعيها ونستدل فيها على الطريق. راح نلاحظ في العرض أن البطل وأثناء الجري بالحصان يقوم بجمع بعض الموارد مثل أغصان الخيزران بدون التوقف. الآن وصلنا إلى هذه المزرعة اللي حددنا عليها سابقا في الخريطة، وحاليا يحتلها المغول اللي هم أعدائنا في اللعبة. الرياح مهمة جدا في اللعبة وهي اللي وصلتنا لهذه المزرعة، وهي اللي ممكن تأخذنا نكمل قصة اللعبة أو حتى نستكشف ونجمع بعض الأدوات والمواد المهمة. لكن هل هذا كل شيء؟ لا، خلي عينك مفتوحة لأي شيء مثير للاهتمام مثل الدخان اللي تشوفه هنا في الخلفية. أيضا لازم تنتبه لأي شيء مميز آخر مثل شجرة شكلها غريب أو حيوان يجذب انتباهنا. نقدر نشوف هنا طير فوقنا، والطيور بشكل عام تقدر تدلنا على أماكن سرية أو مخفية. Stay away, my lord. The spirits of vengeful samurai haunt this forest. Let's go, Nobu. طبعاً بنلقى مباني مهجورة مثل هذه في اللعبة، استكشافها بيكافئنا بأشياء مثل الموارد النادرة.
مثل ما الطير ساعدنا قبل نكتشف أماكن سرية، الثعلب إذا لحقناه بيقدر يدلنا لمعابد سرية. طبعا بعد زيارة مكان معين بتقدر ترجع له لاحقا عن طريق خاصية التنقل السريع. سواء تبعت الرياح او خليت ثعلب صغير يدلك على مكان ما، هذه اللعبة تحتاج روح المغامرة منك، وبتستمتع بالاستكشاف فيها بشكل كبير، وبتزور مناطق كثير مثيرة. بعد ما ألقينا نظرة جميلة على الاستكشاف في اللعبة، خلونا الآن نلقي نظرة على المعارك فيها. إذا كنت متفرج قبل على أفلام الساموراي، بتقدر تتوقع إيش بنشوف هنا. بطلنا جالس يقرب ويناظر ساموراي آخر وكلام يستعد للقتال المرتقب. زي ما نشوف في اللعبة، المغول منتشرين في الجزيرة وبطلنا جن لازم يواجههم. عشان تنجح ضدهم لازم تكون دقيق جدا، وكل خطوة تتخذها محسوبة، ما ينفع تضيع مجهودك على الفاضي. وزي ما في قتال عن قرب بالسيف، نقدر نستخدم القوس والسهم لقتال الأعداء من بعد. بتواجه أثناء اللعب عدة أعداء بنفس الوقت، ولازم تعرف كيف تتصرف أمامهم. تقدر تغير وضعية القتال بحيث تناسب نوع العدو اللي تواجهه. مثل ما جن يقدر يقاتل كساموراي، يقدر أيضا يقاتل كالشبح عديم الشرف. وهنا بنشوف أسلوب لعب قتال النينجا باستخدام الأساليب القذرة والتخفي وتجنب المواجهة المباشرة، وحتى بتستخدم عامل الخوف أمام الأعداء. هنا بنبدأ مع هذا العدو اللي بنرمي شيء حتى نشتت انتباهه، بعدها بنتسلل وراه ونقتله بكل هدوء. طبعا لازم نستخدم البيئة عشان نشوف أفضل مكان ممكن نتحرك من خلاله. Thank you.
هنا بنرمي الألعاب النارية عشان نشتت الأعداء في المنطقة ونلقى طريقة نتخلص منهم فيها. طبعا احيانا بنضطر لمواجهه سريعه ونقدر نستخدم ادوات في حوزتنا مثل قنبله الدخان اللي تفيدنا خصوصا لو تورطنا. في حال انقفطنا نقدر نستخدم سلاح الكوناي ونرميه على الاعداء للقتل السريع. بعض الاحيان بنشوف الاعداء خايفين منك لانك الشبح الشهير، وبالتالي لازم تستخدم هالشيء لصالحك وتقضي عليهم في لحظه خوفهم. الان خلونا نتفرج على البطل وهو ينهي هذه المهمه اللي تتطلب اننا ندمر السفينه. من الأشياء المهمة في اللعبة هي الملابس والدروع، بيكون في تشكيلة كبيرة في اللعبة، ولا تحسب أنها فقط شيء جمالي، لا أبداً، الدروع اللي تستخدمها بيكون لها تأثير مباشر على قدراتك، لذلك استخدم الدروع اللي تناسب أسلوبك في اللعب والقتال دائماً. اللعبة مثل ما هو واضح جميلة جدا ببيئتها وأجواءها، لذلك تم توفير وضع تصوير بيسمح لك تأخذ صور جميلة جدا في اللعبة، ويعطيك خيارات تخصص فيها الصورة مثل تغيير سرعة الرياح مثلا في الصورة. اللعبة رغم انها من مطور امريكي لكن عالمها هو اليابان، لذلك فريق التطوير بيقدم خيار للعب مع استخدام التمثيل الصوتي الياباني. خيار إضافي موجود في اللعبة لعشاق أفلام الساموراي هو عرض اللعبة بالأبيض والأسود بستايل أفلام السينما القديمة. هذا كان كل شيء. هل أنتم متحمسين لحصرية بلايستيشن 4 الجديدة؟ علمونا رأيكم بالتعليقات. اللعبة بتتوفر رسميا في 17 يوليو القادم. اشتركوا بالقناة للمزيد من الاستعراضات وفعلوا الجرس، ولا تنسون تعطونا لايك على الفيديو يا أروع المتابعين، ومع السلامة.